يصير بنزرتي لاعطانا مفضلة إسماعيل بن معلم في هذا المركز. فيفيو مابيدي أكثر فعالية. رجريجي الرجل الذي ارتبط اسمه في فترة سابقة بشباب ريف الحسيمة ويعود مرة أخرى اليوم. خضر النسور التي تود أن تحلق اليوم، التي تود أن تظهر للجميع لكي يصل لمرمى خالد العسكري. عبد الصمد المباركي لاعب برئة مقدورة أن تقدم الكثير اليوم. مشت كرة فيفيو مابيدي، فيفيو أثار عدد من التساؤلات وعلامات الاستفهام. فيفيو مابيدي محسن ياجور، كرة ممتازة جدا للرجاء البيضاوي. فيفيو مابيدي مجموعة من المحترفين الأفارقة المميزين بالدوري المغربي للمحترفين، ولا أدل على ذلك انتقال بوبلي أندرسون لنادي الوداد البيضاوي ومن بعدها لنادي مالاغا الإسباني. سنة رفقة أولمبيك ريبكا لكنه لم يحترم العقد وانتقل لبلد آخر. علامة استفهام فاد النقطة ويبحث عن نقاط ثلاثة اليوم بالمركب الريالي محمد الخامس. مشات كرة ممتازة ممتازة ممتازة. فيفيو مابيدي مابيدي كرة ممتازة لنصر الخط. مجدي درجة ينطلق ينطلق رجاء عبر ياسين السرحي لفيفيو مابيدي. فيفيو مابيدي فيفيو مابيدي راس هيلاير كوكو كي هيلاير كوكو يحتفظ بالنتيجة ولكي يعزز هذا الانتصار الغالي. حارس يونس رميلي مشات كرة عند الكروشي كرة مرفوعة والهدف الهدف الهدف الذي انتظره رجاء كثيرا وهو ياتي عبر المنتدى عبر الدوليادور عبر ابن بنكي عبر ابن بنكي. الطرف الايمن عند زكريا الهاشمي زكريا الهاشمي مع محسن متولي هذه كره مرفوعه في القائمه الثانيه كره ممتازه في فيفيو مابيدي مازال الامكانيه كره تسدد والهدف فيفيو مابيدي فيفيو مابيدي يعود من جديد يعود من جديد ليزرع الرعب في المركب الريالي محمد الخامس بهدف ثاني في اقل من دقيقة في اقل من دقيقة. الرجاء يعود ويكشر على النادي ويولد من جديد في مباراة اليوم بهدف ثاني عبر الموهوب عبر الهداف. مباراتين ممكن ان يكون هدف للبطولة الوطنية. الامر هنا يتعلق بفيفيو مابيدي. الرجاء يعود ليؤكد من جديد توفر على امكانيات محترمه جدا لكي يكون واحدا من كبار الدوري المغربي عبر عماد امغار. عماد امغار مشى بكورتو لكن تدخل خط دفاع هذه هجمه مضاده هذا فيفيو مابيدي. فيفيو مابيدي مشى رباعي خط هجوم الرجاء في الخط الامامي. شكر عبد الاله حفيظي عبد الاله حفيظي وصل كورتو المحسن ياجور كره ممتازه جدا كرة والإمكانية والهدف الهدف عريس الليلة عريس الليلة عريس الليلة نعم هاتريك. نهاية المباراة رجاء متفوق ب3-1. شكرا فيفيو مابيدي راوي الكورفا سود يقدمون الكثير عايشين عيشة مهبولة في إدخال منطقة 18 متر في منطقة 18 متر كرة ممتازة وفيفيو مابيدي 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 يضيع فيفيو مابيدي بتمريرة بالمقاس بالمسطرة نعم في حضور قلب الأبطال الإفريقية ونتمنى التوفيق للدفاع على رجاء لكن بقيادة لاعب آخر مستوى الوسط يبقى جي جي كوكو. فيفيو مابيدي يبحث عن الكرة وركنية فيها لاعبين مميزين بمجموعه من الانديه سواء على مستوى الهوات او على مستوى القاعده الكرويه من بعيد. ربما اجاب اليوم يوسف القناوي عندما سجل امام فريق اولمبيك ريبكا عن طريق تسديد تماس مابيدي. يا مابيدي كينطلق داخل منطقه العمليات كيرفع كره شوفوا الاعاده لكن التمريره ديالو حاول يمرر صالحي كينطلق كيمرر الكره ديال فيفيان مابيدي وتعذب في الكونترول ديال الكره. لاحظوا ما شافش المرمى بتاتا فيفيان مابيدي وبالتالي هذه اشياء ما كتجيش بالمباريات بقدر ما كتكون في التكوين ديال اللاعب
ما كانش اتجاه لاعبي فريق رجاء. كرجات فيفيان مابيدي، مابيدي كيمرر الكره في جهه اليمنى اللي كترتد من الدفاع، كتلقى بسرعه عناصر النادي ونتزديد بات كره كتلعب برا دور اخرى داخل منطقه لعب الفرصه الهدف الثاني للرجاء عن طريق بيب لحظه خطا تلعب ياسين الصالحي هو اللي مرر الكره. ياسين الصالحي تمريراته في هذه المواجهه تبقى حاسمه. لاحظوا ياسين، وهذه قوه ياسين الصالحي، عنده جوج ديال الميزات الصالحي، فإلى لعب في الخط الامامي كيتحول الى هداف، وإلى لعب خلف هداف مقابل لا شيء. كتلعب كره فيفيو مابيدي مره اخرى داخل منطقه يمرر. لاحظوا تمريرة ديال ياسين الصالحي، ياسين الصالحي كيمرر تمريرة جميلة باتجاه هجوم فريق الرجاء، بالضبط عند اللاعب كاروشي اللي كيمرر لفيفيان مابيدي اللي كيسجل الهدف الراقي الراقي عند فيفيون مابيدي. فيفيون الجهة اليمنى عند الهاشمي كياخذ على الكرة، يحاول انه يراوغ، الحكم خلى امتياز مادام الكرة عند محسن متولي. فيفيون مابيدي الكرة في الجهة يعني في صراع مع اس مانضا وياسين الصالحي، دائما عنده الكرة دي محاولة مابيدي، والهدف الأول لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. السقوط ديال اس مانضا ورقم ذلك ياسين الصالحي تمكن انه يوصل الكرة، يوضع الكرة أمام فيفيون مابيدي، والهدف الأول لفريق الرجاء. التعادل وهزيمتين بالتالي تحسن ديال ياسين الصالحي طريقه جميله. محسن ياجور فيفيون مابيدي، محسن ياجور الى ديال اندري ندامي، مادي خريص كتضيع منه الكره. انا دي محاوله فائدة فريق الرجاء البيضاوي. فيفيون مابيدي، فيفيون مابيدي كتسديده ديال فيفيون مابيدي. اما بعد التمريره ديال عبد الاله حفيظي اللي لاحظوا رغم يعني عبد الاله حفيظي انه فقد التوازن ديالو، ولكن تمكن انه يمر العسكري، كان حصل على اللقب 2010 والمغرب الفاسي 2011. وحتى الان نعيش على ايقاع الهدف الاول لفائده فريق الرجاء. فيفيون مابيدي مراوغه جات الدفاع نفس الشيء بالنسبه للاعبين ديال فريق الفتح الرباطي. بسرعه تعطى الانطلاقه ديال الجوله الثانيه، الكره في الجهه اليمنى في الجهه اليمنى بالفعل كياخذ الكره مابيدي. مابيدي كانت الكره اسرع بالفعل، كيوصل الكره مابيدي غادي يرفع الكره عند مرر في اتجاه فيفيون مابيدي. مابيدي كان امكانه ان يمرر في اتجاه المباراه طقوسها، وهذا عشناه كذلك مع المدرب عبد الحق بن شيخه اللي كانت عنده يعني وعكه صحيه بعد المباراه اللي كانت بين الدفاع الحسني الجديدين والمغرب الفاسي. كان تفوق ديال البايرن ميونخ عملاق البافاريا الكبير، يعني اقوى الفرق على مستوى انديه العالم البافاري. هذه انطلاقه سريعه للاعلان، ولكن دفاع جيد، ومره اخرى فيفيان مابيدي من جديد من جانب لاعب ميجنان ديوف. كره مخطوفه للرجاء، ولمسه الان في الامام، بحث عن الان في وسط ملعب شباب اطلس، وانطلاقه تعود من جديد لمصلحه الرجاء. كره ملعوبه طويله في الامام، ولكن تعود من دفاع الرجاء مره على هذا الفريق. بينما الرجاء لعب طبعا 14 مباراه، فاز في 6 مباريات، تعادل في 6 وخسر. استلام رائع وفرصه الان وتمريره، فرصه خطيره للثاني الان تحضير، هذه تمريره في الامام وفرصه الان للرجاء، وكره عرضيه. الله الله اروع في هذه المباراه، والعرضيه من عادل كروشي. يا ولد يا عادل، يا ولد يا كروشي على هذه العرضيه الذهبيه. وفيفيان يا سلام يا سلام من الوضع، الطائره ياخذها، ولكن محاوله من جديد. الفرصه الان للرجاء لاضافه هدف ثالث والتسديده. الله خطير مابيدي، هذه الدفاع يبعد، وكره على الطاير سددها مابيدي، اصطدمت بزميله مويتيس.